نجي توا ملي مشيت لتوزر قلت لهم الثاني بقعه باش نمشي لها بعد ما نمشي لتوزر ودوز وكبرني لازم نمشي لتوزر باش نمشي معناتها لولايه الكيف وجندوبه. ولايه الكيف علاش انا فرحانه برشا ابار بيان سور بعبيده اللي باهين برشا اللي هي فريمون انا نقول هذه نجم تكون معناتها اون ريجيون بيلوت بالنسبه للجمهوريه التونسيه في التوريزم تاع الفوتور. توا كان توا ليت نهارين كنت في لندن قابلت معناتها توا ثم ستاتيستيك يقول لك توا في العالم الكامل ثم مليار وشويه توريست انترناسيونال اوكي في 10 سنين باش يوليو دوبل باش يوليو اكثر من 2 مليارات. والتوريزم في العشر سنين الجايين باش يعدي كوم اندستري باش يعدي الكهرباء باش يعدي البترول وباش يعدي الالكترونيك. دونك سي اون اندستري معناتها لي والمشكله يقول لك برشا بلدان مش فاهمين هالاندستري هذه معناتها يخسروها حاجه هكا هكا بعد ما تتخلي الصناعه وتخلي البترول وتخلي الكراهب وبعد تجيك توريزم الوغ كو هما معناتها لي ستاتيستيك يوريو ويقول لك معناتها لو فيتور باتر اوسي معناتها فيه برشا ليكو توريزم بيان سور لانديفيدويل واللي نحكيو عليه الكل اللي هي الجهه هذه فريمون عندها بوكو دو بوتونسيال عندها طاقات اللي اثريه تاريخ 3000 سنه عندها طاقات طبيعيه عندها الطاقات البشرية زادا راهو ما لازمنيش نساوهم على خاطر ثما بقايا اخرين بتدخل ما فيهمش الطاقات البشرية اللي في البقعة هذيا ولكن معناتها ياسر حكينا عليهم الطاقات هذيا نهار كل بوتنسيال من قبل انا من نولي وزير السياحة كل ما معناتها نسمع على الجهة هذيا نحكيو على البوتنسيال بوتنسيال 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 اي وينو لازم نخدمو عليه على خاطر كان باش يقعد بوتنسيال ماهوش باش يولي برودوي ماهوش باش يولي حد يجي يتمتع بيه و كم من داخل تونس كم من برا من تونس باش نوليو نقعدو كان في الكلام. دونك انا وسيد والي ظهر لنا عندنا فرد عقليه فرد توجه اللي قلنا هيك علاش انا ما نحبش نقعد برشا انا خاطر قلت لهم اسمع هذه الكل ديما اجتماع 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 باش نخرجوا هنا الدنيا البرا باش تقعد كيف كيف كيما دخلنا هنا بريسك معناتها سي سور لو تيران انا جو بريفير اتر سور لو تيران و جو بريفير كومبرون دي ديسيزيون ونقدموا حاجات. انا توا ليكيب نتاعي مثلا كي تبدا حاجه يقول لي نعمل لجنه قلت له اسمع تحب تقتل حاجه حطها في لجنه باش ما تجيش. دونك اون دو تروفي معناتها لا ميثود دو ترافاي باش البوتونسيال نتاع الجهه هذيا فريمون نردوه نقدم وثم حاجه واحده هي ان سول سكريير مش لازم نمشيو نلوجو برشا سي الخدمه لازم نخدمو 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 ما ثماش حاجه غير راهو ولازم انتوما تعاونونا راهو حكومه واحده ما تنجم تعمل شيء نقول لكم احنا برشا جاو يجيو يقول اعطيني واعمل لي واعطيني واعمل لي اسمع قول لهم البقعه راهو ما يحبها كان بنات اولاد البقعه هذيك اللي هما لازم يقفولها وهما توا شفت انا ما نحبش على كيفها مشيت ولاد اخرين نشوف يبدا بروجي انفستيسمون باش يعمل 3000 شغل باش يعمل 300 شغل 10 عباد موقفينه وكل 10 عباد كي يوقفوه فغادي يمشيو الناس يقول لهم لا يمشيو لهم حاجه معوجه اللي باش توقف في الجهه هذه راهو ما تسالوش حكومه باش تحل لكم انتم تحلوها اذا انتم تعاونونا بو افونسي على خاطر سينو ما با افونسي نقول لكم هذه هي فريمون الحقيقه اللي باش يجي يوعدكم وانا قلت انا مش وعدكم حتى شيء اليوم بدات خمسه ليتر ديسو ما نمش وعدكم حتى شيء الحاجه الوحيده اللي مش وعدكم اللي لي بروغرام معناتها ان شاء الله تحتوا تحسبوا علينا بالفعل خاطر نعرف اللي برشا وزراء يجيو ويوعدوا يوعدوا ومن بعد واحد ما يشوف حتى شيء بيان سور كان نجم نجي نقول لكم برشا كلام باهي نضحك في وجهكم تضحك في وجهي ومن بعد نمشي وما عادش تشوفوني وما عادش يجرى منه حتى شيء دونك جو بريفير نو غيان بروميتر نقول لكم برك اللي هي فريمون عندها بوسيبيتي كبيره ها نقول لكم علاش خاطر استراتيجي نقول جوست كلمتين على استراتيجي تاع التوريزم ومن بعد ماذا بيا نسمعكم شنو هي الاستراتيجية نتاعنا توا السنة اللي فريمون خدمناها مع دي بروفيسيونيل مع الفيدراسيون دي زولييه فيدراسيون جوز دو فواياج و فريمون تلامينا فيها بالكدا مي جديدة راهو أنا كي دخلت وزارة ثما برشا إتيود حسيت تحل خزان تاع معبين بالإتيود معبين بالورق أوكي دونك قلنا شنو هو لمو كل إتيود تشوفوا في الكونتكست توا هذايا نتاع اليوم اسكو مازالوا صحاح ولا لا نثبتوا فيهم شوية وبعد نبداو في الفعل دونك شنو هو لي بوان اول حاجه قلنا الكاليتي الكاليتي معناتها الجوده في الانفيرونمون في النظافه والكاليتي بيان سور في لي انستيتيوشن بون انتم هذه جهه ما فيهاش برشا نجم تقول معناتها دي زوتيل دي انستيتيوشن مي لازم حتى اللي موجود لازم واحد يشوف الكاليتي سورتو نتاع الانفيرونمون
على خاطر هي نظافه وسيكوريتي راه قرب برشا تدلك دونك سا سي حاجه. ثاني حاجه هي ليماج معناتها سمعه البقعه وسمعه تونس. انا قلت لهم مش جمهوريه كامله تونس كلها كيف كيف، كل لازمنا نخمو كل ريجون وحدها. توا مثلا الريجون هذيا كيما تقول مثلا كيف ولايه الكيف ما تنجمش تكون فرد سياحه كيما في بقعه اخرى، دونك لازمها استراتيجيه نتاعها. هذه ظهر لي معناتها بون سي فاهم يقول لي كان انا غلطه، مازلت ما لقيتهاش فريمون كونكريت. فهمت توا انا كي دخلت قلت شنو مثلا شنو استراتيجيتكم؟ شنو تحبوا توصلوا؟ شنو هو لي شيف اللي تحبوهم؟ شنو هو لو جونغ دو توريزم اللي تحبوه؟ شنو معناتها هذيك اون دوا لو ديفلوبمون انسومبل لكل ريجون. ما كانش كان ما عرفوش احنا وين ماشيين. ما نجمش نوصلوا. وحكايه الزون توريستيك قلت لهم راهي حكايه قديمه. قديمه راه ما عادش يعملوا زون توريستيك، سي اكتيفيتي توريستيك. فتحط الناس التوريزم تحب تجي تشوف العباد، تحب تمشي في الطبيعه، تحب لو كونتاكت، ما عرفوش يحبوا تحطهم هكا في بقعه تسكر عليهم ما يشوفوا حتى حد. كانهم دونك سي فري كو ثما بقايع نجم تقول زون هكا سي بيان معناتها خاطر بحريه وهذيك سي امبوغتون ولو بانيان. انا ديما نقولوا لي انت يا اخي ما تحبوش، بالعكس نقول لهم هذوك راهو بدينا لي 50 سنه ونا انفستي ولي تري امبوغتون، ولكن كيما الجهات كيما هذه الفو ديفلوبي دوتر توريست. دونك سا سي امبوغتون باش فريمون اون اون استراتيجي وظهر لي بعثنا احنا الولاد وتوا الولاد الجدد باش نعاودوا نكلموكم ونكونتاكتي باش مع السوسيتي سيفيل ومع مع الناس اللي هنا اون ديفلوب استراتيجي تاع البقعة هذي معناتها وين نحبوا وين نحبوا نوصلوا بالسبيسيفيسيتي نتاعها. دونك هذيك ليماج. وثالث حاجة الديفيرسيفيكاسيون دو برودوي هذي باش نحكي عليها هنا خاطر احنا اون دون لو سونتر دو لا ريجون اللي تنجم تكون فيها الديفيرسيفيكاسيون. وسميناها احنا 3-1 3 بلوز 1 معناتها استراتيجي بلوز 1 شنو هي؟ هي الجوفرنونس معناتها كيفاش التوريزم معناتها احنا البوليتيك تاع التوريزم كيفاش نعملوا فيها، ومنها كيف كيف ريجوناليزاسيون، علاش احنا الماركتينغ ديما بلاد كامل، علاش ما نعملوش ماركتينغ نتاع كل ريجون وحده اللي هي فريمون ديفيرونت. عندنا بيان سور حكايه لونديتمون والفينانسمون تاع لي ريجون توريستيك، جو بونس كو في الريجون هذيا سي با ماهوش ان تيم اوسي امبورتون كو دوتر. دونك هذيك هي استراتيجي 3 بلوز 1 معناتها الكاليتي سمعه اللي هي سمعه تونس. وثالث حاجه لي ريجون شنو هو سبيسيفيتي شنو الاستراتيجي نتاعها. وماذا بيا نسمع نسمعكم بيان سور باش نحكوا لي الناس الكل، ماذا بيا ما نسمعش المشاكل برك تدخل عندكم شي شويه حلول زاد باش نجمو نخدموا بعضنا. ولو ميساج فريمون لو بلوز امبورتون سي اون سوفي اون ترافاي ويزيونا من الكلام، يعني نحسبوا على بعضنا بالفعل مش تحسبوا علينا برك، نحسبوا على بعضنا كلنا بالفعل.